أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وأولئك هم المهتدون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.